تشجيعا للبحث العلمي كرمت جامعة البعث عددا من باحثيها ممن سجلوا براءات اختراع ونشروا أبحاثهم في مجلات محكمة وقواعد بيانات عالمية ساهمت في رفع تصنيف الجامعة عالميا، وذلك على مدرج الباسل في كلية الهندسة المدنية بالجامعة. جامعة البعث في خطتها الاستراتيجية هو التميز في التعليم العالي والبحث العلمي والارتقاء بتصنيف الجامعة إلى مستوى الجامعات العالمية. كرمت باحثيها الذين نشروا في مجلات علمية محكمة عالميا سكوبس Q1 Q2 Q3 وQ4، بالإضافة إلى تكريم الذين حصلوا على جوائز بالإبداع والاختراع. نشرت بحث علمي بعنوان تحرر جراثيم المعزولة من قرحات القدم السكري ودراسة حساسيتها للصادات سوريا بنشرة العلوم الصيدلية جامعة أسيوط المفهرسة ضمن الربع الرابع Q4 من مستوعبات سكوباس والعديد من الفهارس العالمية مثل جوجل سكولر وغيرها. تكرمنا اليوم على براءة اختراع أخذناها بخصوص تطوير مستحضر صيدلاني جديد، الهدف انه الحقيقه علاج امراض العظام والمفاصل مثل الديسك مثل الاصابات الرياضيه. بحثي بيحكي عن تقييم جوده مستحضرات الجينكو بلوبا المسوقه في سوريا، طبعا هذا البحث تنبع اهميته انه بيقدم اداه بتساعد الصناعات الصيدلانيه والمعامل الدوائيه بتطوير الصناعات، فهو بيقدم كثير ادوات سهله وسريعه لحتى تساعد المعامل على اختصار طريقه العمل بصناعه المستحضرات الدوائيه العشبيه. ياتي التكريم في إطار دعم الباحثين والمخترعين السوريين في الجامعات السورية لما يشكلونه من رافد هام لسوق العمل من شأنه الدفع بمسيرة التطور العلمي والاقتصادي في سوريا. أسامة ديوب، الإخبارية السورية، حمص. رشا خفق قلبك على السيدة حمص. ما فيني يعني بتعرفي الوضع. بعرف الوضع. كيف عرفت انه هي براءات الاختراع والانجازات العلميه كمان كانت بحمص؟ رح نحكي عن تعرفوا يعني نحن كشعب يعني كل الشعب السوري. رشا خلينا نكون شوي منصفين، نحن متهومين فرح مشكله. طيب خلينا نحكي اليوم عن هذا الانجاز العلمي المميز بالتفصيل مع الدكتور ابراهيم تركماني اختصاصي تجميل اسنان وتعويضات فكيه. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباحكم، شكرا جزيلا. اليوم هيك صباحك حمصي، يخليكم يا رب دائما. صباح خير سوريا يعني. اكيد دكتور، حكينا بحلقات سابقه عن منجز الوردي الشامي اللي كان من منتج طبيعي 100%، خلينا نرجع هيك نستذكره ولو هيك بجزء بسيط. هلا اول شيء بدايه احب ان اشكر رئاسه جامعه البعث، القياده الاداريه والسياسيه بالجامعه للحفل التكريم يلي كرمت فيه زملائنا وكرمتنا. ألف مبروك ببراءات الاختراع وبنفس الوقت للأبحاث المتميزة للعام 2022. حقيقة هي بادرة من رئاسة الجامعة، بادرة كتير مهمة ومشجعة وإلى فوائد تعود بالجامعة لعدة نقاط، منها أنه ترفع الترتيب العالمي للجامعات، وهي بادرة من جامعة البعث نتمنى أن تكون معممة على باقي الجامعات الحكومية والخاصة. الموضوع البراءات هي موضوع كتير مهم، بنعرف أنه نحن هو جزء من يعني يعطي مؤشر لتفكير المجتمع، الباحثين، المجتمع اللي بيقدر يكون في عنده مخترعين فهو مجتمع بحالة تطورية فكرية وعلمية مهمة. الحمد لله يعني احنا بسوريا دائما بنلاحظ انه براءات الاختراع متواجدة ومتطورة باستمرار وبدعم من الدولة بشكل كتير كبير، وهذا الشيء بنشوفه نحن حقيقة بمعرض الباسل للإبداع والاختراع. وهذا المعرض السنوي اللي بيشجع كل الفئات العمرية وكل المجالات بموضوع الإبداع والاختراع، فإذا الموضوع أخذ حيز مهم جدا بمنهجية الدولة وبالرؤية العلمية سواء بالقطاع التعليمي أو القطاع الإنتاجي. نحن يعني كباحثين سوريين شكلنا فريق من أساتذة الجامعات يلي متنوعي الاختصاص من كلية طب الأسنان ومن كلية الصيدلة ومن كلية الزراعة وطب البشري
وكان هالمجموعة هذا هن مجموعة من زملائنا، أنا فيني أذكر منهم باحثين كتير مهمين، الدكتور شادي خطيب، الدكتورة علا مصطفى، الدكتور محمد كردوش، المهندس عمر الجباعي، دكتور خالد تركماني. فعنا مجموعة من الباحثين يلي حقيقة اجتمعنا على فكرة. ومنين أتت هذه الفكرة؟ الفكرة أتت من شيء مهم جدا، إنه سوريا استطاعت إنه تسجل الوردة الشامية باليونسكو كتوثيق من التراث الحي من خلال برنامج صوت. دكتور، قديش كان هذا الشيء هو تحدي، إن كان برأية الاختراع وإن كان تسجيل الوردة الشامية، يعني بظل هذا الحصار يلي ما ترك ولا جانب من جوانب الحياة إلا ويدخل فيه. وقت منقول إنه الأمانة السورية للتنمية قدرت توثق هالوردة الشامية باليونسكو، فهذا أمام يعني تحدي ونجاح كتير كبير، وحقيقة عمل يعني مستمر ووعي للحالة السورية تاريخيا وحاضرا ومستقبلا. يعني الموضوع لا يتعلق فقط إنه نحن نملك التراث، ولكن نستطيع أن نستمر به و نسدد أهدافنا للمستقبل، ويكون هذا التراث بالمستقبل شيء مفيد جدا لمجتمعنا ولأجيالنا القادمة، وبالتالي نؤكد هويتنا السورية من خلال هذه النقاط التي الأمانة السورية سجلتها من خلال الوردة الشامية في اليونسكو. هذا المنتج طبعا اللي خلانا نحن هالفكرة هي نروح كباحثين سوريين نلتقي ونتناقش ونصوب الهدف حول الوردة الشامية وما بها من مكنونات. طبعا الوجود الاختصاص بيفرض نفسه، فأنا كطبيب أسنان بهمني الصحة الفموية، والعلاقة مع زملائنا يعني بكلية الصيدلي الدكتور شادي والدكتور علا يعني خلانا نتمازج ب الآراء ونشوف إنه حقيقة الوردة الشامية ممكن الاستفادة منها، على اعتبار فيها مركبات فينولات مهمة جدا، وطبعا يعني بالتعاون مع كلية الزراعة زملائنا الدكتور محمد كردوش، فقدرنا نحقق يعني نتائج بالفكرة مبدئية كانت، ونتواصل مع بعض ويصير في إجراء بعض التجارب البسيطة، ومن ثم صار في تحليل الفكرة والنتائج يلي ممكن نحصل عليها، لحتى ما لقيت النور بشكل الواقعي اللي هي معجون أسنان ومضامة فموية. صاروا بالأسواق حكيم؟ نحن هلأ يعني حقيقة المنتج هذا يلي موجود نحن صنعناه. طبعا أنا بشكر الدكتور محمد الدكتور نبيل القصير يلي هو صاحب معمل ميديكو وعضو بفريق البحث، واللي تكرم معنا بجامعة البعث، وله جهود مشكورة جدا جدا سواء من الناحية البحثية أو الناحية الإنتاجية. وبالتالي الدكتور نبيل القصير يعني هاللمسات يلي وضعها كانت كتير مهمة، إنه نحن نحول فكرة البحث العلمي حقيقة إلى فكرة إنتاجية. وبالتالي من خلال المعمل الأدوية بميديكو قدرنا يعني يخصص لنا خط إنتاج نقدر ننتج منه، وحقيقة صار في عنا نحن منتجات هلأ معجون الأسنان والمضامد الفموية. وخلينا نقول إنه أهمية المنتج هذا أهمية يعني ما يطفيه عليه إنه هو منتج وطني بامتياز من الوردة الشامية، وهي جدا مهمة، هو من التراث الطبي الحي ومن خلال برنامج صون. فهذا الموضوع يلي نحن عم ننتجه هو في له فوائد جمة كبيرة. أول شيء هو منتج وطني بالتأكيد بكل المواصفات. اثنين، هو منتج تراثي نافع للصحة وبالتالي العامة والصحة الفموية. وبالتالي نحن بدنا نركز على نقطة إنه كل الأعمار الفئات العمرية ممكن يستخدموا هالمنتج هذا، وما في خوف على
إطلاقه ما في محاذير ويمكن بلعه، وبالتالي نحن نستخدمه للأطفال أو نستخدمه للناس اللي عندهم إشكالات صحية، مشاكل حتى باللسة أو بالأسنان، عندهم إشكالات صحية عامة مثل المنغوليين، ونحب نحافظ على الصحة الفموية، نكون حريصين إنه نبعد عن المضامد الكيميائية، وبالتالي هذا المنتج بخلينا نحن إنه هدول الناس اللي عندهم مشاكل صحية فموية نقدر نتعاون. وهو له يعني شقين، شق وقائي وشق علاجي، لأنه هو كمان نحن رايحين بأبحاث هلأ يعني على المواضيع اللي لها علاقة بموضوع الخلايا، وبالتالي هو له بيعمل تسريع شفاء للنسج الفموية، وهذا الشيء يعني ممكن يكون له أصداء على موضوع الزرعات، على موضوع بعملية الشفاء، على موضوع السرطانات، وبالتالي يعني احنا في فكرة لهالموضوع هذا، وبالتالي بنكون احنا يعني حققنا من منتج وطني مهم ناحيتين، وقائية وعلاجية. فإذا الموضوع بالنسبة لنا حقيقة هو مركب، أنا بقول أو منتج وطني سوري ممكن يوما ما نفتخر فيه، ويكون هو طبعاً فكرة لإنتاجات طبية يعني متعددة أو متنوعة. أكيد. يعني دكتور تحية كتير كبيرة لكل الأطباء، ونحن كتير فخورين بهذا الاختراع السوري الوطني، مثل ما قلنا بالشق إن كان العلاجي أو حتى الوقائي. أكيد كل الشكر لك دكتور، وموفقين يا رب. شكرا لك. شكراً دكتور لحضورك اليوم، مبارك لكم التكريم، نحن فخورين فيكم أكيد يعني، وبانتظار خطوات جديدة بالأبحاث العلمية. شكراً دكتور. شكراً لحضراتكم. أهلا وسهلا بحضرتك. شكراً.